فحبشنا ولقينا إنه على مر العصور قدرت البشرية تبني عوالم كتيرة من الأساطير والخرافات لحتى يحاولوا يفسروا الظواهر اللي عاشوها ومروا فيها، مثل الصدى والبرق والظواهر الطبيعية. لحتى نفهم حالنا كمان، فاستنونا ببرنامج جدل أسطوري بكل أسبوع لتشاركونا هاي الرحلة بهالعوالم الجميلة. بس قبل ما نبلش بدي منكم تعرفوا شي كتير مهم، إنه هاي الأفكار أو الأشياء اللي رح نعرضها مو أفكارنا إحنا أو من آمن فيها. كل شي عم نحاول نعمله هو إنه نعرض هاي الأفكار ونشوفها ونفكر سوا بهالعوالم يلي انبنت عليها حضارات كاملة ومتنوعة. لهيك رح نكون معكم أنا لورين رحال، أنا يزل محمد بجدل أسطوري اللي رح يكون كتير أسطوري.